مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. إن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن العدادات مسبقة الدفع متوفرة بجميع شركات توزيع الكهرباء، وهناك تعليمات مشددة بسرعة تركيب العدادات للمشتركين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر، وطبعا نرد على العديد من الاستفسارات. معانا على الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة. ألو، صباح الخير دكتور. اهلا بيك يا هنا، صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه طبعا يعني موضوع العدادات مسبقه الدفع دي طبعا يعني بتروج افكار ناس كتير جدا، وناس كتير بتتساءل، فحابين نعرف من حضرتك تفاصيل يعني ان في هل هناك غرامات يعني او رسوم بيتم خصمها من قيمه طبعا الرصيد اللي بيتم شحنه، وايه سبب برضو البلبله يعني ان البعض يعني بيقول ان هذه الخصومات عند اعاده الشحن يعني. طبعا انا مش حضرتك لان النقطه دي مهمه جدا نوضحها لجميع الناس. هو العداد مسبق الدفع ده عداد بيتم شحنه عن طريق كارت، بيتم تفريغ الشحنه او المبلغ اللي هو تم شحنه فيه على العداد، وبعد كده هو العداد فيه مزايا كتير، من ضمنها ان هو بيبين اتسحب قد ايه من الفلوس اللي تم شحنها، الاستهلاك وصل لغايه فين، الشريحه اللي وصل لها، وبالتالي بيبقى فيها متابعه اول باول للاستهلاك، وبالتالي ممكن يعني او يساعد درجه كبيره جدا في التحكم في الاستهلاك طالما الواحد عارف هو وصل لغايه فين. طبعا العداد مسبوق الدفع علشان اول باول هو يعني بيسحب من الرصيد وبيبين انت استهلكت كام كيلو، مختلف عن العداد التقليدي. العداد التقليدي بنستنى لغايه لما نهايه الشهر، وبعد كده بيتم حساب الاستهلاك طبقا للشريحه اللي وصل لها او عدد الكيلوات اللي وصل لها. السعر هو هو، الاليه هي هي، والهيكله هي هي، ولكن في العداد مسبوق الدفع علشان بيخصم اول باول، فبيجي في بعض الشرائح علشان حساب الاستهلاك فيها بيرجع من اول خالص بحساب جديد او بقيمه جديده. مثلا في لما بيوصل للشريحة الثالثة اللي هي أكتر من 100 كيلو، لما بيكون لغاية 100 كيلو ال 50 الأولين بيتحسبوا بالشريحة الأولى، ال 50 التانيين بيتحسبوا بالشريحة الثانية. طب لو عدى ال 100 كيلو بيرجع يحسب ال 100 كيلو دولت بسعر الشريحة الثالثة. في العداد مسبوق الدفع هو بيخصم أول بأول، ولكن لما بيوصل للشريحة الثالثة بيبقى هو عارف الفرق نتيجة قيمة الحساب أو آلية الحساب تبقى حوالي 22 جنيه. فبيخصم ال 22 جنيه دولت وبيكمل الحساب طبقا للتعريفه بتاعه الشريحه الثالثه. نفس القصه لما بيعدي 650 بيخصم حوالي 140 جنيه، نفس القصه لما بيعدي ال 1000 كيلو بيخش الشريحه السابعه بيخصم حوالي 270 جنيه. لما بيكون يعني القيمه بسيطه بيتم سحبها من الرصيد مباشره. لما تكون قيمة كبيرة بيتم الانتظار لما يجي يشحن مرة جديدة بيسحب منه القيمة اللي هي المطلوبة منه الأول، وبعد كده هو الباقي بيحطه كرصيد في العداد. عشان كده بعض الناس يعني بتفاجئ ان هو ان بيحط مثلا لو هو عليه 300 جنيه مثلا وهو عامل ب 400 جنيه، حاطط شحن ب 400 جنيه، بيفاجئ ان هو لا ده بقى في رصيد 100 جنيه. او لو شحن باقل من 300 جنيه مثلا ب 200 جنيه بقى اصبح عليه بالسالب 100 جنيه. فبيحصل البلبله من هنا، ولكن هي الفكره كلها هي فرق الحساب علشان العداد ده بيخصم اول باول. انما هي نفس الطريقه، ما فيش غرامات، نفس طريقه هيكله الاسعار هي هي، ولكنها هي علشان العداد بيخصم اول باول من الرصيد. ويمكن سبب البلبله هي بس عمل هي مش بلبله ولا حاجه، هي فقط بس انه عدم الـ يعني المعرفه الكامله بان دوت فرق حساب لي نتيجه التنقل لبعض الشرايح، سواء الشريحه الثالثه او الشريحه السادسه او الشريحه السابعه. طيب، هو الحقيقه طبعا يا دكتور يعني حضرتك يعني غطيت ورديت على معظم الاسئله، ولكن برضو حابب يعني اسال حضرتك عشان مشاهدين يبقوا عارفين اكتر. دلوقتي مثلا العدادات اللي هي راكبه في بيوتنا دلوقتي اللي هي العدادات العاديه القديمه، هل دي هيجي عليها وقت لازم تتغير بالعدادات مسبقه الحجز الدفع، وهل لو تم يعني يتم تغييرها هيبقى امتى والمهله لغايه امتى، يعني الاجراءات ايه؟
هو طبعا احنا في خطه لاحلال العدادات التقليديه القديمه اللي بتحتاج تدخل عنصر بشري وقرايه عداد وفاتوره الى العدادات اللي هي المتطوره، سواء عدادات مسبوقه الدفع او العدادات اكثر تطور اللي بنسميها العدادات الذكيه. احنا عندنا دلوقتي في الشبكه حوالي 9 مليون و500 الف عداد مسبوق الدفع، يعني متبقي في حدود تقريبا حوالي 26 مليون او 27 مليون عداد. في خطه للاحلال اول باول، حاليا لما بيحصل اي تعليات على العداد، يعني في نقل ملكيه، في عداد عطل، في مواطنين او مشتركين بيبقوا عايزين هم يغيروا العداد، بيتم تغييره على طول. بيتم تغييره، حتى القيمه بتاعته او القيمه بتاعت العداد بيتم تقسيطها تقسيط على 24 شهر علشان ما يبقاش فيها اي يعني عبء اضافي. والعداد زي ما احنا قلنا، لو عداد هو مستو ان هو اولا ما بيحتاجش تدخل عنصر بشري، دقيق جدا، كمان في نفس الوقت بيساعد بدرجه كبيره في التحكم في الاستهلاك. وفي عدادات ثانيه، العدادات الذكيه اللي هي العدادات اكثر تطور بقى، احنا بدانا بحوالي 250 الف عداد كمرحله تجريبيه، وبرضه ان شاء الله يعني من المخطط ان هي يتم برضه استبدال العدادات اللي هي التقليديه باحد النوعين، سواء مسبوق الدفع او العدادات الذكيه. تمام، يعني ان شاء الله كله يبقى خير. وبرضه يعني اختم مع حضرتك يا دكتور، يعني دلوقتي في تساؤل ان هو دلوقتي في العدادات القديمه مثلا بيجي يعني حساب الاستهلاك في الشهر مثلا مبلغ معين، هل الناس بتتساءل هل يعني نفس الاستهلاك هيبقى نفس المبلغ بس بندفعه مسبق في الدفع، يعني مفيش تغيير او مفيش زياده يعني؟ مظبوط. ولا لو حضرتك توصل العدادات اللي هي مسبقه الدفع، نفس المبلغ هو نفس قيمه الحساب هي نفس الحساب هو ونفس السعر هو السعر دوت تم الاعلان عنه مع الوزير، يعني اعلنه في مؤتمر صحفي ومنشوره والناس كلها يعني عارفاها. ويمكن برضو الشيء بشيء يذكر، يعني ان ممكن المواطن نفسه في تطبيق اسمه احسب فاتورتك. احسب فاتورتك ده تطبيق بينزل على الموبايل او التليفون المحمول، عشان يعرف بيه كل ممكن التفاصيل. ممكن يعرف بقى كل شريحه قيمتها كام، وممكن هو يدخل قيمه الاستهلاك يقول له بالظبط الفاتوره بتاعتك تبقى قيمتها كام، ويفصلها له، وبالتالي يبقى عارف بالظبط هو يعني وصل يعني لغايه فين. ويمكن العداد حتى التقليد العادي حاليا في برضه برنامج رقم واحد ده علشان برضه دقه الفاتوره وان يبقى في صوره للفاتوره، برضه ممكن من خلال برضه البرنامج دوت ممكن ان هو برضه يتاكد ان هو فعلا حساب الاستهلاك مظبوط والقيمه اللي بيحسبها مظبوطه علشان يبقى مطمن ويقدر يتابع الاستهلاك بتاعه. يعني هو طبعا زي ما حضرتك اوضحت لنا هذه النقاط، وطبعا ده يعني جهد مشكور حضراتكم بتقوموا بيه، واحنا دايما بنحب نوضح للمواطنين يعني كل ما جديد بيدور حول هذا الموضوع، وان شاء الله يعني كل الخير لحضراتكم، ودايما كده بتعملوا حاجات اكتر واكتر لصالح الوطن والمواطنين. انا بشكرك جدا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه، بشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا.